أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطلع فيها أهم وأبرز ما ورد في المواقع الإخبارية والصحف العربية الصادرة لهذا اليوم، والبداية بالعناوين. بعد غياب 12 عاما سفينة نقل المركبات ترسو في ميناء عدن. ميليشيا الحوثي ترفض إعادة تأهيل وتشغيل أول مصنع للنسيج في اليمن. صحيفة عربية تنشر تحذيرا لرجال الأعمال من شراء أراض في مدينة الحديدة. في أكثر الأخبار قراءة، نواب بريطانيون يطالبون بإسقاط الجنسية عن زوجة رئيس عربي. أهلا بكم. تتحول صور الضحايا التي تقتلهم ميليشيا الحوثي إلى مصدر خوف وقلق لها تلاحقها في كل مكان، فوفقا لموقع الموقع بوست إب، الميليشيا تقتحم منازل وتختطف مواطنين بعد انتشار صور للشهيد شحرة. أفادت مصادر محلية في مدينة إب للموقع بوست أن مسلحي ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية اقتحموا منازل في المدينة القديمة واختطفوا مواطنين ليلة البارحة. وقالت المصادر أن مسلحي الميليشيا تحججوا أن الاقتحام والاختطاف جاء بسبب إطلاق النار في عرس بالمدينة وهو ما نفاه الأهالي، مؤكدين عدم وجود حفلات أعراس ليلة السبت كما هو معروف. مصادر مطلعة ذكرت أن الاقتحام والاختطاف جاء ردا على انتشار عدد من صور الشهيد بشير شحرة الذي قتلته الميليشيا قبل عام، وظهرت بعض الصور معلقة فوق عدد من المباني والأماكن العامة بما فيها مبنى لقسم الشرطة الذي تتخذه الميليشيا مقرا لها، وهو ما أثار غضب الميليشيا واعتبرته تحديا واضحا لها. الكثير من قرى تعز ما تزال تحت رحمة مدافع الميليشيا المحيطة بالضواحي، ووفقا لموقع الاشتراكي نت فقد شنأت ميليشيا صالح والحوثي قصفا عشوائيا بالأسلحة الثقيلة مستهدفة مساكن المواطنين في مديرية المعافر جنوب غرب مدينة تعز. مراسل الاشتراكي نت ذكر إن قرى النويهة والمهيال والمكازمة وتبت الخزان المطلة على شعبة الإبل تعرضت لقصف عشوائي من قبل الميليشيات. وفي جبهة الصلو جنوب تعز خاضت القوات الحكومية وفقا لمصدر عسكري مواجهات عنيفة مع الميليشيات عقب مهاجمة الأخيرة مواقع متفرقة في مناطق الهجمة ومفرق السبت وقرية الصيرتين. دور إيراني أكبر في اليمن، تحت هذا العنوان كتب عدنان هاشم مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور، وقال في جزء من المقال: من المتوقع أن تدفع إيران بكل أوراقها وقوتها من أجل كسب معركة اليمن مع تلاشي قوة أو جمود غامض لأوراقها في سوريا والعراق تبعا لتغيرات إقليمية ودولية، وسيكون ذلك وفق محورين اثنين، الأول داخل جماعة الحوثي نفسها والثاني داعم للجماعة في حربها ضد القوات الحكومية. اجتمعت قيادات الحرس الثوري في طهران الشهرين الماضيين فبراير ومارس لمناقشة تلك الرؤية التي قدمها قاسم سليماني، الجنرال الذي يقود الأذرع الإيرانية في المنطقة العربية التي ترتكز على زيادة التدريب والسلاح والدعم المالي، والذي يشمل بعث مستشارين من الحرس الثوري لتدريب أحدث إما داخل اليمن أو على الجزر المتناثرة في البحر الأحمر، كما أن إيجاد ممرات ومنافذ جديدة على المعروفة لإيصال السلاح إلى الحوثيين هو الشغل الشاغل للوحدة 190 في فيلق قدس. يتفق حزب الله اللبناني مع رؤية سليماني، فالحزب ظل مسؤولاً مباشراً عن ملف اليمن بالنسبة للإيرانيين الذين يستمعون باهتمام لنصائح الحزب. فالجماعة اللبنانية والسلطات الدينية في طهران يتفقان أن كسب معركة اليمن تعديل لميزان القوى الدولية ضمن إطار الحرب الإقليمية الأوسع، كما أن السلطة الدينية في إيران تحاول عكس نفوذها لمواجهة هجمة محتملة لتقويض سطوة التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية من الإدارة الأمريكية، فتعتقد أن مواجهة ترامب في اليمن يخفف الخسائر التي لا يمكن توقعها في سوريا والعراق، والتي تعتبرها إيران متعلقة بمصير السلطة الدينية الحاكمة.
وهو ذات الاعتقاد لدى ترامب الذي يرى اليمن ساحة مواجهة تحقق طموحات إدارته دون الدخول في نزاع دولي أكبر مع روسيا أو الصين. في قراءة تحليلية عن علاقة معسكر خالد بمعركة الحديدة، يقول موقع المشاهد نت إن التطورات العسكرية الدراماتيكية التي شهدتها مؤخرا جبهة المخا مؤشر واضح عن بدء التحركات العملية على الأرض لمعركة تحرير الحديدة، التي تعد مقدمة ضرورية لتضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية. وقال الموقع إن الوصول إلى محيط معسكر خالد بن الوليد يعد هزيمة للحوثيين في آخر معاقلهم بمدينة المخا. ويؤكد الموقع أنه وبسيطرة قوات الجيش الوطني والتحالف العربي على معسكر خالد يعني ضمان وجود مناطق آمنة لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية عبر ميناء المخا، وإزالة التهديدات عن المدينة والمتمثلة بالصواريخ الباليستية والمقذوفات، بالإضافة إلى كونه الموطن الأقرب والآمن الذي يراهن عليه مواطنو الحديدة في حالة نزوحهم، وهذا أمر لا يستبعد حدوثه مع انطلاق عملية تحرير الحديدة. في أحد أخباره يعنون موقع المصدر أونلاين: الحوثيون يختطفون مسؤولين محليين اثنين من مديرية همدان شمال صنعاء. قالت التفاصيل إن المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح خطفت مسؤولين محليين اثنين من المجمع الحكومي بمديرية همدان شمال العاصمة صنعاء. وقال الشهود للمصدر أونلاين إن الحوثيين اختطفوا مدير مكتب التربية صبر حسين وعضو المجلس المحلي بالمديرية عبد الله حسين الضحاك من مقر المجمع الحكومي دون أن يوردوا الأسباب. وذكروا أن عملية الاختطاف تمت داخل المجمع الحكومي لمديرية همدان الواقع في منطقة المحجر بوادي ظهر. من أين لليمنيين قائد كديغول؟ يتساءل الكاتب أحمد الزرقة في مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، ويقول في جزء من مقاله: لم يكتفي الجنرال الفرنسي ديغول بالبقاء في العاصمة البريطانية منتظرا من الحلفاء القيام بهزيمة ألمانيا وتحرير فرنسا، بل شرع على الفور باستغلال كل الإمكانيات المتاحة، وبدأ في منتصف يونيو 1940 أي بعد يوم من إعلان حكومة المنفى بتوجيه نداء لكل الفرنسيين عبر إذاعة البي بي سي للالتحاق بالمقاومة. وكان أبرز ما قاله إن كل العوامل التي تسببت بهزيمتنا سوف تجلب لنا النصر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنطفئ جذوة المقاومة الفرنسية. شرع ديجول في تجميع المتطوعين، وفي غضون أسابيع تكونت نواة لجيش فرنسا الحرة الذي كان جلهم من أفراد ضباط الجيش الفرنسي والجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات البريطانية. وبعدما يقارب شهرين حدث تحول كبير حين قررت مستعمرة فرنسا في أفريقيا الاستوائية دعم منظمة فرنسا الحرة، وبعد مدة قصيرة وفي عملية خاطفة لدول الحلفاء تمكنت من تحرير أجزاء من جنوب فرنسا، وهو ما جعل تلك الحكومة تعود لممارسة عملها من الداخل. ونجحت حكومة ديغول في إدارة المقاومة المسلحة داخل فرنسا، فتحولت بالفعل من مجرد حكومة في المنفى إلى شريك أساسي في التحالف الذي قاد الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا، والذي ضم بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. بعد أكثر من 70 عاما تتكرر القصة، لكن هذه المرة في جنوب الجزيرة العربية، في البلد الفقير المنكوب بلعنة الجغرافيا، بلد 60 مليون قطعة سلاح وملايين الأفواه الجائعة، اليمن. في هذه القصة كان القاتل المتربص محليا قادما من أقصى الشمال بدعم من إيران وبرغبة الانتقام التي غذاها الرئيس المخلوع يحمل اسم ميليشيا الحوثي التي قامت بالتهام الدولة. فهرب الرئيس وحكومته إلى المنفى كما فعل ديغول، وعلى خلاف الأخير وكل ما بذله من جهود ليحظى باعتراف العالم ودعمه، فقد حظي هادي بدعم أغلب دول العالم باعتباره الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، فلم يكن هادي بحاجة ليقاتل كما فعل ديغول. ودعما لهادي وشرعيته واستعادة الدولة كما أعلن ولو ظاهريا أطلقت عملية عسكرية كبرى،
ورغم أن العملية نجحت باستعادة العاصمة المؤقتة للبلاد، إلا أن هادي لم يعد إليها ليكمل معركة استعادة الدولة، وهو يقف ثابتا على أراضيها مستمدا القوة منها كما لو كان سيفعل ديغول. قال مصدر مسؤول في حكومة الحوثيين ليمن مونيتور إن جماعة الحوثي رفضت عرضا صينيا بإعادة بناء وتأهيل مصنع الغزل والنسيج بشروط استثمارية لمدة 5 سنوات فقط في العاصمة اليمنية صنعاء. أكد المصدر أن الرفض يأتي بسبب توجه الحوثيين لنهب الأراضي التي يقع عليها المصنع، مضيفا أنه في ظل وجود توجه بنهب أراضي المصنع من قبل نافذين يتبعون جماعة الحوثي بصنعاء والذين يتخذون بعض أراضيه مكانا لهم، كان الأولى أن يتم تسليم المصنع للصين لإعادة بنائه وفق شروط تضمن انطلاقه ويعود ريعه للشعب. وكشف المصدر ليمن مونيتور أن إحدى الشركات الصينية قدمت أفضل عرض تم تقديمه لإعادة عمل المصنع، لكن جماعة الحوثي رفضت العرض المقدم لوجود مطامع حول استخدام الأرضية والموقع الحساس التي يقع عليه المصنع. ويعلق الموقع: لا يملك الحوثيون حقا في الموافقة على عرض من هذا النوع، كون الموافقة عليه يعود للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. في تقرير عن حركة ونشاط الميناء التجاري في العاصمة المؤقتة عدن، يعنون موقع عدن تايم: رسوم ناقلة سيارات تحمل 549 سيارة للمرة الأولى منذ 12 عاما بميناء عدن. قال الموقع إن ناقلة السيارات بسامة رست في محطة الحاويات في ميناء عدن، وذلك للمرة الأولى منذ ما يزيد عن 12 عاما، ومن المقرر أن تفرغ 549 سيارة ومركبة إلى السوق المحلية. قال الموقع: تعد مثل هذه الخطوة ميلاد عهد جديد لتنشيط المنطقة الصناعية والتخزينية في المنطقة الحرة، وإن له أثرا كبيرا في تنشيط هذا النوع من الأنشطة التجارية المتمثلة باستيراد وإعادة تصدير المركبات، واعتبار عدن مركزا إقليميا للسيارات. يتابع عدن تايم: أرصفة الحاويات في الميناء تعد الموقع المثالي سواء للأسواق المحلية وكذلك موقعها المتميز في مدخل أحد أهم الممرات المائية التي تربط الأسواق العالمية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. وإلى الصحافة العربية، وفي الشأن اليمني عنونت به صحيفة عكاظ السعودية إحدى صفحاتها، حيث قالت: التمرد يسطو على أراضي الدولة في الحديدة. قالت الصحيفة إن السلطة المحلية الشرعية في المحافظة حذرت رجال الأعمال من شراء أي أراض في المدينة من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. قالت السلطات المحلية إن الميليشيا بدأت في التصرف ببيع الأراضي المملوكة للدولة بالبيع أو بالتوزيع على أتباعها. أضافت السلطات: إجراء الإنقلابيين باطل ولا قيمة له، ولن يتم الالتفات إليه مستقبلا. وإلى صحيفة العربي الجديد، حيث قالت إن معظم الأسر اليمنية التي لا تحظى بدعم المنظمات تضطر إلى إقامة خيام مؤقتة باستخدام القماش المستهلك، لتعاني المرأة كثيرا بشأن خصوصياتها في هذا المأوى. تضيف الصحيفة: بعض مجتمعات النازحين لم يلتفتوا لمعاناة النساء، وآخرون بدأوا بالبحث عن حلول ممكنة مثل بناء الأكواخ البسيطة رغم بعض الاحتجاجات من قبل المجتمعات المضيفة لهم بسبب خوفهم من استقرار النازحين نهائيا على أرضهم. تؤكد الاختصاصية الاجتماعية هند ناصر بأن العرف القبلي المحافظ قد يسقط العيب عن النازحين الذكور الذين أجبرتهم الحرب على هجران ممارسات تقليدية حازمة مثل ترك حمل السلاح أو الخنجر اليمني، لكنه لا يوفر أي هامش مماثل فيما يتعلق بتخفيف المظهر الخارجي للمرأة أو سماعها أو سماع العائلة
العامة لصوتها، تضيف بأن المجتمع يعد كل ذلك من خصوصيات المرأة التي تمس كرامة رجل الأسرة الذي قد يزيد من ظلمها بإرغامها على قضاء معظم ساعات النهار خارج خيمتها لأداء أعمال قاسية لا تناسب طبيعتها الجسمانية في الوديان أو الجبال لجلب الحطب أو الماء أو الغذاء. أيديولوجيا التغيير، تحت هذا العنوان ورد مقال نورة النمر في صحيفة الحياة اللندنية، وقالت الكاتبة: إن وعي أهمية التغيير والتنويع في الفهم والثقافة ونشرهما في المجتمع كان مفتاحاً للتحضر والارتقاء في كل المجتمعات على مر العصور، مع الاختلاف في مستوى هذا الوعي الفكري. فلو نظرنا في شكل سريع إلى تقنية التدوين والكتابة كشاهد على فكرتنا وتطوراتها بين المسمارية أو الهيروغليفية وغيرهما قبل ظهور الأبجدية، تتجلى لنا فكرة أن التقدم واستمرارية البحث عن الأفضل والأكمل هما ديدن المجتمع الإنساني منذ القدم. يقول الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت: أنا أفكر، إذن أنا موجود. وفي زمن تكثر قنوات التلقي والتأثير وتتزاحم التوجهات الفكرية والكم المعلومات الهائل، قد يتبادر إلى الذهن هذا التساؤل: الطاقة الكامنة في عقول الشباب والأطفال إلى أين؟ أليس من الأفضل ابتكار منهجيات وطرق للحفظ على سلامة الإنتاجية الفكرية للأجيال؟ قبل فترة تداولت مواقع السوشيال ميديا خبراً عن فتى ياباني اسمه كانغو سوزوكي ابتكر ساعة تعمل من دون كهرباء أو بطارية، اعتمد في تصميمها على الفكرة ذاتها للدمى الخشبية المتحركة التي تشتهر قريته بصناعتها، وهي تعمل في شكل دقيق يعتمد على عدد كبير من المفاصل الخشبية والتروس الصغيرة وتكتب الوقت كل دقيقة. كانغو سوزوكي هو نموذج فقط لطفل توجهت طاقته الفكرية إلى مسارها الصحيح، فهو كأي طفل ياباني تأسس فكره ووضع في المسار الأفضل منذ مرحلة الحضانة. جاء في صحيفة الساندي تايمز البريطانية عنوان عن زوجة رئيس النظام السوري مطالبة بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد. وفي الصحيفة البريطانية تقرير عن مطالبات بسحب الجنسية البريطانية من أسماء زوجة بشار الأسد، فما هي الأسباب؟ يتضح أن السبب هو انكشاف الدور الذي تلعبه أسماء الأسد في ماكينة الدعاية التابعة للنظام، حيث تستخدم أسماء 3 حسابات على الأقل على وسائل التواصل الاجتماعي، وكلها تستخدم لتلميع صورة بشار ومديح شهداء النظام واتهام الغرب بنشر الأكاذيب. وتمارس أسماء التي نشأت في منطقة أكتون غربية لندن نشاطاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وإنستغرام والتليجرام، وتبدو في معظم منشوراتها تعانق أطفالا ونساء مسنات بينما ترتدي آخر تقليعات الأزياء. ووفق تعليق الصحيفة، ظهرت أسماء الأسد الأسبوع الماضي مشككة برواية الغرب حول ما جرى في خان شيخون، وإن كان الهجوم الكيماوي بغاز السارين الذي أودى بحياة 90 شخصا قد وقع فعلا. تتابع الصحيفة: كل هذا حدا بنواب برلمانيين بريطانيين للمطالبة بسحب الجنسية البريطانية منها. ومن أخبار موقع دار الأخبار الأكثر مطالعة، 42 ألف غرامة لسائق باص ألماني رفض نقل منقبة. قالت التفاصيل إن سائق باص ألماني يواجه احتمال الحكم عليه بدفع غرامة تصل إلى 42,500 ريال سعودي، وذلك لرفضه السماح لمرأة منقبة من الصعود إلى الباص في ولاية سكسونيا. وقالت الشرطة إن المخالفة إدارية، فيما علقت صحف محلية ألمانية إن المرأة كانت برفقة زوجها كما أنها حامل. وقال مسؤول البلدية في المنطقة إن السلطات لن تسمح بارتكاب مثل هذه المخالفات مرة أخرى. وإلى الإعلان الذي أثار غضب البحرين، حيث عنونت صحيفة القدس العربي: إعلان أثار غضبا في البحرين بمناسبة قدوم شهر رمضان، اربح خادمة إثيوبية. قالت الصحيفة إن إعلانا نشره أحد مكاتب الاستقدام بمملكة البحرين أثار غضبا وانتقادات حقوقية واسعة، ووفق ما جاء في الإعلان فإنه يشترط أن يكون لدى المتسابق
تصريح عمل خادمة منزل، وأعلنت هيئة تنظيم السوق العمل بالبحرين أنه تم على إثر ذلك توجيه الإدارة المعنية في الهيئة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية الرادعة واستدعاء صاحب مكتب التوظيف المعني والتحقيق معه بشبهة الاتجار بالأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية والفعلية في حال ثبوت تهمة الاتجار عليه. وأكدت الهيئة إغلاق المكتب لحين انتهاء التحقيقات بعد ارتكابه مخالفات مصنفة ضمن شبهة الاتجار بالأشخاص. كي يكون التعليم وسيلة للمعرفة، تحت هذا العنوان كتب عادل درويش مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط، وأضاف الكاتب: كان كونفوشيوس معلما وضع فلسفة متكاملة لأخلاق الفرد وحكومة تكون في خدمته في فترة الربيع والخريف. الصيني قال: خطط لعام بزرع الأرز ولعشر سنوات بزرع الأشجار ولمئة عام بتعليم الأطفال. أحمد شوقي بيك شاعر البلاط ومطور المسرح الشعري بمسرحيات كقمبيز وكليوباترا ومجنون ليلى له بيت بمفهوم مشابه: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. يجعلني أقف احتراماً لذكرى معلمي في المرحلة الابتدائية في كل مرة أتلقى تهنئة من أحد على إنجاز قمت به. عبر أمير الشعراء في عصرة نهضة مصر منتصف الستينيات القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية أرقى فترات أمة وادي النيل في العصور الحديثة ثقافة وعلما وأدبا وفنا واقتصادا ثم ديمقراطية عن دور المعلم. فمهما اكتسب الإنسان من علم حتى ما بعد الدكتوراه فلا أثمن هدية على الإطلاق قدمها من كاد أن يكون رسولا إلى الطفل، ما تمكن الأخير من وضع قدميه على طريق المعرفة أصلا. قال مراسل البي بي سي في كوريا الشمالية إنه شعر بالأرض تهتز عندما كان الجنود يقدمون عرضاً بمناسبة يوم الشمس الذي يوافق ذكرى مولد الرئيس المؤسس كيم آل سونغ. نشاهد الصور التي التقطها المراسل لما قال أنه اهتزاز وعرض. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.